يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في الغسل من الجنابة أن يكون خروج المني دفقا بلذة، حيث إنني أعرف شخصا يخرج منه المني عند الخوف الشديد، فهل يجب عليه غسل؟ الغسل إنما يجب عند دفق المني بلذة وهو الجنابة، أما اللي فيه آفة يخرج منه بدون لذة وبدون شيء، مثل مريض، مثل مصاب في صلبه ينساب منه بدون لذة وبدون شيء، هذا ليس عليه غسل، عليه أنه يستنجي ويتوضأ، هذا حدث أصغر يعتبر. نعم.